فما بعض الاشخاص عندهم فوبيا من محسن مرزوق, معناها اليوم لازم نقولوها سيتون فوبي ولات لهم من محسن مرزوق, وقت اللي الجبهه هذه قاعدوا فيها برلمانيين معناها كيفنا كيفهم, فما زملاء يعني مستقلين ما ينتميوش حتى حزب. ثم لماذا هذا يعني النقص اللي حاسينه تجاه انفسهم وتجاه الاحزاب اللي مثلوها ولا تجاه يعني اشخاصهم المحترمه وقت اليوم نواب مستقلين؟ احنا جلسنا كبرلمانيين, لا سي محسن مرزوق يتدخل فيها, لا سي ياسين ابراهيم, لا رئيس الجمهوريه, ولا ايضا رئيس الحكومه كما بعض الاطراف الاخرى قاعده تحب تسوق له. هي تجميع للقوى الديمقراطيه على خاطر قاعدين متشتتين وماذا بينا ان نتوحدوا ونقدموا مع بعضنا. فالناس اللي خايفين من الحكايات هذه نقول لهم ان شاء الله تكون عندكم شويه ثقه في انفسكم, تقراوا الوثيقه, يجي نناقشوا برامج ونناقشوا توجهات ونناقشوا سياسات خير من اللي كل مره نحاولوا يعني نخلقوا من شخص غول نخوفوا به رواحنا ونخوفوا به الناس.